عادي. محمد جابر لاعب نادي أسوان واعتذاره عن الوقوف على الكرة ومن فترة كبيرة، ولكن اعتذر النهاردة. اعتذرت ليه يا حمادة النهاردة؟ أهلا بيك يا كابتن سيف، أخبارك إيه؟ عامل إيه، وحشتني، كله كويس؟ بخير والله. أنت كابتن أخبارك إيه؟ نعمة والله. الاعتذار هو جه متأخر أنا عارف، بس الفكرة إن أنا بعد ماتش الزمالك السنة اللي فاتت، كان أنت عارف إن هي فترة الكورونا، كان في بين الماتش والماتش يا دوبك يومين. فما لحقتش، كنا دخلنا ماتش الجونه على طول، فكنت اتصبت اصابه كده طولت فيها حوالي بتاع شهرين، فما كانش في وقت خالص ان انا اطلع اعتذر. فكان النهارده كنت حريص ان انا بعد الماتش لا لازم اعتذر، انا غلطت وعارف ان انا غلطت، وما كانش ينفع ان انا اعمل حركه زي كده قدام نادي الزمالك. بس هو كان في كذا موقف كده في الملعب، بس ما كانش ينفع يطلع مني حاجه زي كده خالص. فكنت حبيت ان انا اتاسف لجمهور نادي الزمالك، لا جمهور نادي الزمالك لان جمهور كبير ونادي كبير، فما كانش ينفع ان انا اغلط الغلطه دي واعمل الحركه دي خالص. الحقيقه بتدي درس النهارده، كلام محترم وربنا يوفقك، واعتقد تصريح محترم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي لك كله افضل. حبيبي يا كابتن سيف ما تحرمش منك يا رب. بص هما برضو لازم يجيبوا لك اللقطه حتى وانت بتعتذر، يعني خلاص يا جماعه عفى الله عما سلف. مش مشكله عندنا دي يا حماد. لازم يفكرونا الايه؟ لازم يفكرونا يعني. مش مشكله يعني، بص بعد الهوا هكلمك وشوف كده تدفع كام واشيلها لك، مش مشكله. انا والله دفعت كتير والله يا كابتن بسبب اللقطه دي. طب مش مشكله خلاص، اديك انا واشيلها لك، مفيش مشاكل. ربنا يوفقك يا حماده ان شاء الله في اللي جاي، ربنا يكرمك ان شاء الله. بشكرك يا حبيبي على الاحترام وعلى التصريحات المحترمه دي، بشكرك شكرا جزيلا.